ينضم إلينا من دبي محلل الأسواق المالية في إكويتي جروب رائد خضر. أهلا وسهلا بك سيد رائد، للحديث عن تطور العملات الأجنبية بشكل عام. سيد رائد، اليوم كيف يؤدي اليورو اليوم أمام الدولار؟ طبعا احنا خلال تعاملات هذا الاسبوع تركيزنا الاكبر هو على يوم الاربعاء وبيانات التضخم الامريكيه اللي ممكن تاثر على الاسواق بشكل كبير جدا. اليورو اجمالا بدا يعني يلتقط انفاسه بعض الشيء خلال الاسبوع الماضي واللي سبقه، وارتد بشكل واضح من فوق مستويات 1%. لا يزال ضمن نطاق متداول محدود، لا يزال تحت الضغط، لانه المتغيرات المنتظرة من المركز الأوروبي في سياق تشديد السياسة النقدية أعتقد سيخفق بشكل كبير بأن يقوم بتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر من التوقعات، وإنما سيبقيها تحفيزية لأنه نحن في عنا اقتصاد ضعيف نسبيا، يعني متأثر بالتوترات الجيوسياسية، متأثر بالديون الكبيرة على بعض البلدان داخل الاتحاد الأوروبي، متأثر كذلك الأمر بعملية التضخم المرتفع في الاقتصاد العالمي والذي يصيب أيضا الاقتصاد الأوروبي على وجه التحديد. أعتقد المستويات الحالية لليورو ممكن ترشح لمزيد من الارتفاعات، وممكن نصل بارتفاعاتنا إلى مستويات 1.03، ولكن بقانا عند هذه المستويات أعتقد مؤقت جدا، ويعود الضغط مرة أخرى مع توجهنا نحو مزيد من القوة في الدولار الأمريكي بنتيجة تشديد السياسة النقدية في الفيدرالي ورفع أسعار الفائدة اللي ممكن تتجاوز حتى 3% خلال تعاملات هذا العام. نعم سيد رائد، يعني ماذا عن النتائج المرتقبة لموضوع التضخم في أمريكا أيضا؟ هل ستؤثر إيجابا أم سلبا على الدولار مقابل العملات الأجنبية أو العكس؟ حتى الآن التوقعات الموضوعة من قبل دور التحليل العالمية رويترز وبلومبرغ كلاهما حطوا توقعات عند 8.7% للتضخم وفق توقعات المحللين، والقراءة السابقة كانت عند 9.1%، أي أن التضخم بدأ يتراجع نسبيا وتظهر التوقعات هذا الأمر. أي قراءة أعلى من 8.7% أو أعلى من 9.1% سوف تكون بمثابة صدمة للأسواق، أي أن التضخم يخرج عن السيطرة، أي أن كل ما قام به الفيدرال الأمريكي من رفعات في أسعار الفائدة شديدة ب 75 نقطة أساس مرتين متتاليتين غير كافي يعني كبح جماح التضخم الذي يسمى تقنيا بالتضخم الجامح في مثل هذه الحالة، أنه أنا بيكون في عندي تقريبا صرنا تو كوارترز او ربعين سنويين متتاليين من التضخم الخارج عن السيطرة او البعيد عن المستهدفات، وايضا في نفس الوقت في عندي اسبوع ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي، فبالتالي ذلك يضع ضغط كبير على الفيدرال الامريكي انه لا يستطيع رفع اسعار الفائدة بشكل اكبر حتى لا يؤدي النمو وندخل بركود اكبر، وايضا التضخم خارج عن السيطره. نعم سيد رائد، ايضا يعني جرى الحديث فعليا يوم امس عن وجود احتياطيات كبيره جدا من العملات الاجنبيه ومن الدولار تحديدا في الصين اليوم، كيف يمكن ان يؤثر ذلك على الصين وعلى العالم بشكل كبير؟ يعني احنا نعلم تماما ان الصين هي اكبر داعم للولايات المتحدة الامريكية واكبر مشتري للسندات الامريكية، ووجود الاحتياطي الاجنبي لدى الصين هو بمثابة اشارة واضحة الى ان الاقتصاد الصيني سنوات النمو المتتالية ويعني الفوائض الكبيرة التي كان يحققها يتم ترجمتها الى زيادة في الارصدة الاجنبية او في العملات الاجنبية، ووجود هذا الاحتياطي هو دلالة ضمنية على انه الاقتصاد الصيني يؤهب نفسه أو يؤهل نفسه إلى فترة ممكن تكون فيها الاقتصاد الصيني تحت الضغط. نحن رأينا اليوان الصيني يستقر في قناته عند 6.75 أمام الدولار الأمريكي، والقناة ضيقة نسبيا التي يتحرك فيها يعني تكاد لا تتجاوز حتى 6.80 بالارتفاعات، وإجمالا الاحتياطي الدولار الأمريكي لدى الاقتصاد الصيني ما هو إلا إشارة مثل ما ذكرنا إلى أنه الاقتصاد الصيني يستطيع
تحمل الضغوط المرحلة القادمة بشكل كبير جدا دون أن يكون هناك أثر كبير على النمو الاقتصادي داخل الصين. نحن بنعرف أنه 52 مدينة التي تم إغلاقها لفترة طويلة وممتدة من بنتيجة الكورونا أو باتباع سياسة زيرو كيسز، أنه ما يكون عندهم حالات أبدا، ومع ذلك الاقتصاد الصيني تمكن من تحقيق بيانات مهمة جدا وإيجابية جدا يوم أمس صدرت، وأظهرت أنه صادرات وواردات كلاهما ارتفعت. نعم، المحلل في أسواق المالية في إيكويتي جروب رائد خضر، كنت معنا، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل.